يا مساء الفل يا مساء الفل، احنا النهارده في فلوج مختلف يا جماعه. بدل ما بروح اصور شركه، فالنهارده قررت ان انا اصور دبي اكسبو. بنسمع عنه كتير قوي، دبي اكسبو، بس النهارده ان شاء الله الفلوج كله هيبقى افهمكم الموضوع ده عباره عن ايه، وهوريكم كده ستيب باي ستيب لحد ما نرجع تاني مع بعض. بس بقى انا هنا عند برج خليفة. في حاجة يا كابتن؟ دكتور الادبي. اوكي، نحن في دبي. طب يا جماعه انا قررت نبدا البلوج من هنا، من اهدى مكان تعالى. بدات البلوج يا دكتور، خلاص احنا في جبل عالي يا جماعه. احنا في جبل عالي، وطبعا مش حاجه باينه اهو. ده جبل عالي. لا استنى بقى ان من اكتر حته لوجستيه في العالم بعد قناه السويس. هنتابع بقى مع بعضينا، بس قلت نبدا البروسيس مع بعض. احنا يا جماعه راكبين من هنا بالظبط، من السنتر ده، وماشيين بالمترو لحد، يا لهوي، لحد ما نوصل دبي. يا جماعه دي منطقه وير هاوسز تاني، بس حاجه شياكه. كلها متقفله ومظبطه، كلها ستاندرد، ما فيهاش هزار، ما فيش مخزن كبير ومخزن صغير. ده منطقه كبيره قوي، دي منطقه صناعيه عندهم تقريبا. نزلنا من المترو اهو، وفي اتجاهنا ان شاء الله لدبي اكسبو. ده طبعا الانترنس، ما شاء الله يعني كميه بني ادمين بتحضر دبي اكسبو ده، بيجوا من العالم كله. ده يا جماعه الاوفيشال ستور بتاع دبي اكسبو. اي حد بقى عايز يجيب اي تذكار اي حاجه من هنا، بيبقى عليها براندنج بتاع دبي اكسبو. طبعا اول ما دخلنا لقيت يو بي اس، بحب اول الحاجات دي. بص بقى، في حاجات لطيفه. السيكتور المفضل بالنسبه لي، حبه طيارات. محتاجهم في المكتب دول والله. بص الطياره دي عامله ازاي، كيوت قوي. كل بقى البنز. طيب بصوا بقى يا جماعه، دبي اكسبو بتقسم لدول بافيليونز. فمثلا دي البافيليون بتاع روسيا، فتخش جوه تحط كل حاجه ليها علاقه بروسيا. هنا مثلا ده انجولا، هتلاقي المانيا، هتلاقي اليابان، هتلاقي مصر. فهو دبي اكسبو بتقسم كده بافيليونز، وكل بافيليون بدوله معينه. فخلينا بقى كده نحاول نخش كام بافيليون كده نفرجكم عليه. تعالوا نبدا. انا كده يا جماعه جوه روسيا. حلوه. طبعا مش فاهمين حاجة، بس هو في ابهار. هي دي جمجمة دي ولا دي ايه؟ اوكي شكرا، كده كفاية قوي على الموضوع ده. انا مش فاهم حاجة، بس هي حاجة حلوة. طبعا عشان المكان كبير جدا، لازم يكون فيه فود كورت يعني، او مكان الناس تاكل فيه، معمولة بشكل لطيف كده. الباص دي، ده بتاع شاورما، ده بتاع ايه، ده كورو بلانكو، انا مش فاهم ده ايه، بس شكل حاجه مهمه. دومين بيتزا. الصراحه كل حاجه متجهز لها هنا يعني بطريقه عظيمه. يلا بينا. بصوا يا جماعه، دي الاماكن اللي هي اللي بنحط فيها اي حاجه، زي اللي عندنا في المولز، بس مختلفه شويه. بيقول لك ان هو ان دي اورجانيك ويست، نفايات عضويه، وبيشرح لك زي ايه وايه وايه وايه. نفس الكلام ان هو اللاندفيل، هو حاجات شبه ايه عشان نحطها، عشان في ناس اوريدي ما تاخدش بالها. ده ميكسد، فبنلاقي ده موضح، وبعدين ان هو تخش فيه داون. طيب انت كده مزب انت بايظ ده. ده شغال، حط حاجه
هو موضح لك كل حاجه عشان الدنيا تبقى سهله بدل ما تتربي اي حاجه باي حاجه. يلا بينا. طبعا طول ما انت ماشي بتلاقي شوز كده لطيفه. انت مش حاسه بحاجه انت خالص. يا جماعه بقى اللي بيسموها اليوزر اكسبيرينس، انك طول ما انت ماشي كده شايف حاجات لطيفه انترتينمنت عشان خاطر ما تحسش بالملل. بص يا جماعه فكره جميله قوي من ضمن الافكار اللي في دبي اكسبو، حاجه اسمها الباسبور بتاع الاكسبو نفسه. فانت هو عامل زي جواز السفر بالظبط، وبتروح تختمه من كل بلد من كل بافيليون، وانت داخل كده بتروح ختمه، وفي الاخر بيبقى معاك الباسبور مختوم من دول كتير. فكره لطيفه يعني عشان الناس برضو كيوزر. يا جماعه انا قابلت مين في دبي؟ دي بقى اهم لقطه في الموضوع. احمد خالد وحشني والله. كبلة الحبايب برضو النهارده قابل مين؟ طول بيتي في دبي. هم يا جماعه انا قابلت دلوقتي طول بقى ماشي، فقال لي تعالى بقى هاخدك اكلك اكل هندي. قال له اتفضل دخل معانا. عايزين ناكل. ده ايه ده؟ رساله لمين؟ ده بلوج. بلوج اكل هندي. فانت ده على ضمانتك يعني. احمد خالد امبارح اكلني ستيك وحاجات عادي بتاع البني ادمين 100%. مش طرف انام النهارده. نار. طب معلش احنا طلبنا ايه؟ انت لسه سؤال صعب قوي. ده مطعم هندي، احنا بنشاور. ما بنطلبش شهنجة. طلبنا شهنجة. ده استنى مش شهنجة، كان برخة حاجة. برخة ايه؟ يعني اوريك. في برخة حاجة وفي ده المقلي. لا ده المقلي. ده المقلي. ده المقلي. ده ما ينزل اكل اورونج كده وحسب الله على الوكيل. يلا ليتس جو. اوبا ايه ده؟ في رز تحت عادي ولا كنت فاكر يا بابا؟ فاهم الاوبا دي طالعه كده لوحدها؟ ده في بلاوي تحت مطبوخ على الاخر. غازات بقى وسبايسز وبلاوي. ايوه يا جماعه في الوان غريبه. ده مش همبرجر. ده السؤال هو بيغرز بمعلقتين فاهمين، عشان في معلقه تتاكل من كتر السبايسي. ده برياني ده انا اعرفه تقريبا يعني. تمام عادي. بس انا دول اللي انا مش فاهمهم خالص. ما تحاولش تفهم. طب احنا هندوق بقى. انت تاكل على طول. السلام عليكم. ماشي ماشي ماشي. اتفضل 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 اتفضل. معرفش انا دخلت لقيتك، بس انا مش فاهم انت بتاع ايه، بس شكلك بتعمل حاجه مهمه هنا في المول. بص طبعا انت بتعمل ومال والله. وده الاكزيبيشن سنتر بقى اللي فيه كونفرنسز وفيه الحاجات اللي بتتعمل هنا في الجامعه. احنا الهول بتاعتنا بقى كاكاديميه يمين كده ان شاء الله. بس ده المكان اللي فيه الاكزيبيشن، اي كونفرنسز اي توكس اي حاجه من الحاجات دي تبقى معموله هنا اهو. وبره بقى البيبيجنز. يلا بينا يا جماعه. ده التيم العظيم. دكتورنا اهو. ما تيجي تبقى معانا بدل ما انت بتصور. احنا بنتشهر كلنا دلوقتي. شكرا شكرا. بلوك باص. هول من ضمن الهولز معمول فيه الانيمال انفستمنت ميتنج ده، وده من اكبر الايفنتس اللي بيبقى فيها مجمعين كل الانفسترز اللي من الدول العربيه وحتى الناس الاجانب بيكونوا بيجمعوا سنويا يعني. طبعا ده انفسترز هاب، كل البوثز هنا حاجات عملاقه وحاجات ليها علاقه بدول. طبعا في شياكات وسودابوت لدوله البرازيل الامارات. الناس هنا معاها فلوس كتير قوي يا جماعه على فكره. المدينه المستدامه طبعا. السستينابيلتي بقت في كل حته دلوقتي. طول ما احنا ماشيين في حاجات ليها علاقه بالسستينابيلتي كتير قوي. طيب انا بقى هنا بعمل ايه؟ انا هنا جاي تبع الاكاديميه تبع مركز رياده الاعمال والسوشيال سنتر، واحنا بننظم اكبر كومبيتيشن على مستوى الدول العربيه اسمها ارب رالي كومبيتيشن، والنهارده الفاينل بتاعها. فالنهارده دلوقتي الستارت ابس بيعملوا بيتشنج قدام الجادجنج بانل قدام الانفسترز عشان خاطر نشوف الاخر مين اللي هيكسب من الستارت ابس اللي تبع الدول العربيه. خليكم معانا.
عند دكتور اسماعيل حبيبنا رئيس الأكاديمية العظيم. يلا دكتورنا. First winner is people from Syria. هنا في كنتاكي دبي. انا مع الناس اللي الراجل اللي بنشوفه على اليوتيوب. الراجل اللي بنشوفه على اليوتيوب كان نفسي اشوفه في الحقيقه. انا اللي اخرنا رجعنا مصر الحمد لله. كانت سفرية لطيفة اتعلمنا فيها حبة حاجات حلوة. قعدنا مع اصحابنا ضحكنا هزرنا اشتغلنا. اتمنى يكون ان هو كان بلوج لطيف خفيف. حاولت بقدر الامكان اوريكم سنابتس من السفرية واوريكم دبي اكسبو عشان خاطر اللي ما راحش قبل كده دبي اكسبو عارف الموضوع عبارة عن ايه. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في فلوج تاني عشان خاطر انا مش قادر اصلا امسك الموبايل. باي باي.